أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هدى السعيد على زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بـ 29% بنهاية العام المالي 2020-2021 في ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج في إطار نتائج التعداد الاقتصادي 2017-2018. ودققت الوزارة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إطار اهتمام الدولة بالتطوير المستمر لمنظومة البيانات.